هل تنبأ المسيح نبوات مستقبلية تجعلنا نتكلم عنه كنبي ناحية المستقبل؟ طبعا هذا السؤال يطرح وموجود. طبعا طبعا أكيد تنبأ أنه متى سيرجع. متى 24 ومتى 25 قل لنا متى يكون هذا وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر. وابتدى يتكلم مرقس 13 ومتى 24. فدي لوقا نبوات. دي أعظم النبوات في منتهى الدقة. جزء منها تم، زي مثلا خراب الهيكل تم حرفيا، لا يترك حجر على حجر إلا وينقض. ثم ما لم يتم سوف يتم. يعني كان نبيا بمعنى أنه أتم هذه النبوة حسب النص الكتابي. مش موسى قال نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخواتكم له تسمعون؟ يقتبسها بطرس في أعمال 3 واستفانوس في أعمال 7 مطبقين إياها على المسيح. طبعا هو نبي. أخرج بخلاصة للكلام ولا حضرتك عندك إضافة؟ يعني هناك كلام كثير في علم الكتاب المقدس حول وظائف المسيح الثلاث يلي هي النبي والكاهن والملك. وهناك إفاضات كثيرة حول هذا الموضوع. إذا المسيح كان وهي وظائف يقوم بها ومسجلة في الكتاب. طبعا هو كاهن لأنه الشفيع، وهو الملك. إذا بتحب أنا أستطيع أن أفيد قليلا من جهة موضوع كيف يحاول البعض أن يفهم أن يسوع المسيح هو الله المتجسد انطلاقا من الأرض. فبدل من أنه ننطلق من السماء ومجيئه إلينا، ننطلق من الأرض وذهابه إلى السماء. فنبدأ بشخصه هو، فنسأل هذه الأسئلة. مثلا لو رغب الله أن يصبح إنسانا، فهل هناك أفضل من أن يأتي مولودا من امرأة؟ سؤال تاني، إذا صار الله إنسانا هل تكون حياته نقية وبلا خطية؟ نعم.